الكلمة ربني ربنا يخليك فعلا مش مستحبة. نعم الأولى تركها، لأن المقصد وإن كان مقصدا صحيحا إلا أنه يخليك يتركك ويتخلى عنك، كذا قال بعض العلماء. فالأولى اتقاؤها أولا لعدم ورودها، ثانيا لاحتماليتها، وإن كان مقصد قائلها يصح والله أعلم. إذا قلت الله يحفظك أفضل، الله يطيل عمرك في طاعته كان أفضل والله أعلم.